حاجه حتى في ليبيا ما لهاش مطلوب. صور الاستعدادات يا راجل في ناس تدين في ناس تراجع قريبة تدين منا برميل الواحد ينقطعوا علاش؟ ها؟ علاش ينقطعوا الفلوس؟ علاش ينقطعوا على الفقراء والمسكين واللي ما عندهاش 9000 المؤتمر ما عندهاش ولا ها؟ المؤتمر خذت 9000 مع الشهادة تضيل الأولوية والواه ياخذ الواه ياخذ مازال يقرروا ألمانيا اللي هي ألمانيا بعد الحرب بعد ما تدمرت ألمانيا بعد ما تدمرت ألمانيا زادوا في عدد ساعات العمل وتطوعت الناس باش تخدم الدولة باش يبنوا دولة. احنا يا رجل للشفط والله العظيم بوطبل قال صالح لبيد قال لي بوطبل كان ينفع الشفيط ترى ونفع السيارات نفس الموضوع. ليش نشفط ليش نخدم ليش نخدم عقلية الألمان وعقلية الليبيين الألمان كانت دولة كانت دولة حتى قبل الحرب هذه مهما كانت الدولة دولة الستركتشر نتاع الدولة مبنية على المواطنين ما هيش علاقة مثلا بنظام المواطن إذا هو مخلص في نفسه لبناء الدولة ما ياخذش حتى فلوس يخدم تبرع لله الفرق بين هتلر هتلر كان يبني بلاده وقداف يدمر بلاده احنا ما نبوش نمشي لهذاك الشكل احنا نتكلم في موضوع بصفة عامة حاليا هذاك النظام نسيناه وما عادش نبغوا نتكلموا فيه وما عادش نبغوا ندوا فيه نتكلم على وضع حاليا المفروض الناس تتبرع بوقتها لبناء دولة وبناء الناس وش هادينها يا راجل حسب الاقتصاد الموضوع معقد أكثر مما نتخيل كيف معقد لازم الواحد يشرح لنا مسألة العقل يطلع واحد يقول فساد الفساد ضربت نابة في كل شيء هذا هو اللي نحكوا عليه والدولة ما كانش مؤسسة وأي إجراء تبي تديره في الصح بتتبع مش حتيجي يعني نقول لك أنا في ناس نعرفهم غادي وتو يخدموا كذا يحكوا لي في أشياء قالوا أي موضوع بنتبعوه بنصلحوه نوصل لمرحلة نوقفه على أيام قذاب حتى الأول لأن كلها تبعات كلها تبعات كلها كانت إجراءات خنبة ورك ومزور وتليفونات وفلوس مهناش الله المستعان يعني هذا اللي خلانا سكتنا لأن احنا نتحمله نعرفه من لأن وطنيتنا ما تسمحش أن احنا نطالبه في هذه الفترة الحرجة أو الانتقالية اللي هي تعتبر هشة بأي شيء وتسكتنا وتحملنا لكن الان اصبح الوضع ما عادش يسمح لنا ان نتحدث لا الموضوع ما يعنيش انك انت نتيجه الشيء هذا ان احنا ما عادش نتكلموا بكل او نطالبوا ونحاربوا الفساد وش معناها انت دوله زي استراليا تبدا تهدد فيك هذه مش غير كرامتنا احنا هذه حتى كرامه الوطن هي في شيء ثاني يعني اذا كان احنا ما سمعناش قال هذاك الراجل إذا لم نقل لا خير فينا إذا لم نقلها ولا خير فينا إن لم نسمعها وتقبلناها يعني ليش إحنا ما نسمعوش النقد هو النقد هو اللي يبني مش إننا نقعد 24 ساعة ما نصفق لك ليش قالك حد يصفق إن شاء الله لا هو موجود هو أنت إحنا نلغوها هنا لكن في نحن كلامنا كلنا ليبيا طول بيخدم باهين بش يخدم بالشلوت والله كلام يا أستاذ حامد لا والله هذا الوقت اللي كنت تفضل ما عندك جهد تحول خلي غيرك يلا كلام حلو لكن مو معقول لكن هي حتى المشكله الثانيه انه وزير التعليم ليه سنة يعني حتى ما طلعش في وسائل الاعلام الا بعد ما اثارت الموضوع اثار ضجة وصار فيه اعلام وصار فيه موضوع طلع وزير التعليم وبدا يعطي في مبررات وبدا يتكلم به وينك قبل سنة معقولة ليك سنة مش قادرة تحل مشكلة 15,000 طالب موفد برا من ليبيا 15,000 مقارنة بنسبة الدولة 6 مليون نسبة وتناسب ما هم شيء عاجز فيهم إذا مرة كانك تتعامل مع 50,000 و60,000 واحد البرا كيف تتفاهم معهم للأسف نظرة المسؤولين في ليبيا للطلبة برا نفس نظرة عامة الشعب عندك علم؟ والله يلا هو مسؤول يعني المفروض ما ينظرش النظرة اللي ينظروا فيها الشعب هو المشكلة مش هيك المشكلة تسأل تشوف الكواليفيكيشن نتاعها وتشوف المؤهلات يقول لك والله خريج أمريكا ولي 30 سنة في أمريكا معناه كان يخدم في نظام حازم في نظام يعرف إن في أولويات لازم صح احنا نشوفوا لها صح لازم احنا ننظروا لها ولازم احنا ناخذوها المشكلة إن هو إنك أنت أوكي دارس في أمريكا وعندك شهادة دكتوراه وكذا لكن هل أنت إنسان أكاديمي؟ هل انت عاشرت الطلبه عشت معاهم شفت مشاكلهم لكن جيب لي واحد كان مدير شركه ولا عضو في مؤسسه ولا كذا مهما كان درجته العلميه اذا كان ما كانش انسان اكاديمي يعني شيء ما عندهش الخبره مش فاهم مشاكل الطلبه مش فاهم مشاكل الدراسه مش فاهم مشاكل الجامعات يا ودي مش فاهمين ولا لا هو في فرق ما بين مش فاهم
ولا مبالي ولا يريد ان يفعل ولا مبالي ان قالهم كلهم لا كلهم لا مبالين قالوا حكومه التكنوقراط وانا انا سمعت في جمله تكون فاهمه في جمله لكن هم لا مبالين ابدا في جمله انا سمعت قالوا لما اجتمعوا في جماعه ولا ما تقدر تتصلوا بي قالوا لهم انا فهمت هو حسني هو رئيس تونس قال لهم انا فهمت في اخر لقطه وتو هذا قال انا فهمت معناها انت معناها باش نحل اذا انت فهمت معناها بتطيح انت انا قربت انك انت بيطيحوك من على الكرسي اللي انت عليه فاهم الشعوب يبي رجاله يبي تريس يبيش سراقه قال هذا زوز 14 ونص قام زنقاب الوزاره فيهم ما هوش حل فاهم ماذا شو الحل اذا هو كان على مدار شكي معنا كيف بيصبروا عليه بيسكتوا بيرجوه لا ما يصبروش انا مع ان نتكلم الانسان اذا ما تكلمش مش حد حيحس بي لازم يتكلم لازم تتكلم قصدي مش حد يخدم غير هرجه ومغير شوشره يا راجل عمله تخدم فيه لما تبدا عندك دوله ومؤسسات وفيها جهات تراقب جهات تتابع وجهات تحاسب منظمات عمل اهلي واعلام حقيقي مش اعلام خيال انت تحكي لي لا ما انت تحكي على امريكا انا مش عارف احنا الرجال بعدين انت بدود معاش تكلم على حقك انت احنا الطلبه شنو دخلنا في الامور هذه احنا جايين نقرا جايين نديروا اعتصامات يعني ونشكل الكرتونيات الله العظيم اليوم نديروا في الاسواق نلقطوا في الكرتونيات مش طلقيت كلها اليوم انا راح طلقيت استاذ طلقيت كرتونيات السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخوي امير استاذ العيش الله يعزك بارك الله طيب مرحبا يا مرحبا يا طيب الله يبارك فيك يا مرحبا دكتور يا مرحبا يا اهلا وسهلا والله بخصوصك يا مرحبا ليش بخصوصك طيب ان شاء الله شنو هذا فيك الله يلفك كيف حالك ما اشتحش بخصوصك شيء لا طيب كنت طالب ليبيا راه عنده علم هنا ما تكلمش هذه الطائرات شوفين اقولها والله ما لا والله ما نبغى نبقى هنا والله غير جماعة راه كان كلامهم في الطريق حاجة ثانية راه اقعدوا قولوا هنا ما عندكم ايش قاعدين نحتفلوا بإطلالة العيد الثالث لثورة 17 فبراير سحب الجماهير فكنا من الإطلالات يعني إطلالة العطلة إطلالة الثاني لا تو لا الثاني فاتح كم إطلالة فاتح 44 ولا 45 ما عادش يطل الفاتح خلاص سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم والله عيب يا زفير والله عيب عيب منك عنده سياره ما يجي خذي عنده سياره ما يجيش استوت جاي يا زفير اوه سلاكرا والله يا زفير عندك بعض منك كل عاد خاين يا خلاص اخبارك حالك طيب كيف الحال هاي يا جات الاخرى تعيد وبي عيد يا زفير قالت الربع والربعين هذه الطائرة الثانية التي تصل إلى هذا المطار الله أكبر تحمل على متنها عدد كبير من الطلاب الليبيين الله أكبر استقبل الأخ قائد الله
تفضلوا بارك الله. والله قال لك قبل طير جمجمة واحدة من الكورة خط ما تفرج انت طلعت برا الوحدة. هذه كورة راموس يا امير اللي حدث مع شتقوت. شنو هي كورة هي؟ والله البنت بزعت وجع البنت. مية مية الحمد لله.